معنا الآن أحمد عز الدين من لجنة تنظيمية. أحمد مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك وأنتم في مصر. أولا كيف تمر الأجواء للتنظيم ديال المسابقة الإفريقية؟ إن شاء الله هتكون مسابقة استثنائية زي ما هي استثنائية لأن هي أول مرة بتلعب في الصيف، 24 فريق إن شاء الله هتكون استثنائية بوجودها في مصر، لأن طبعا مصر عندها بنية تحتية قوية جدا، فالحمد لله قدرنا إن احنا في وقت قصير جدا نجهز بالأساسيات اللي ممكن تنجح البطولة زي 24 ملعب تدريب لأول مرة كل فريق ليه ملعب تدريب خاص بيه، الفنادق بالاستادات طبعا والمسافات القريبة اللي بينهم. معلوم أنه غيكون 24 فريق في المسابقة الإفريقية، كيفاش كان تنظيم واش كان بسهولة رغم أن كان الوقت قصير ومنتظر أنكم تستقبلوا العديد من الجماهير، وشحال منتظر أنكم تستقبلوا ديال الجماهير؟ طبعا كان الوقت ضيق جدا فعلا، لكن هنا الميزة أن مصر كانت بتملك عدد كبير للغاية، بتملك عددا كبيرا للغاية من ملاعب التدريب ومن الاستادات الجاهزة، وبالتالي كان فقط كل المطلوب هو صيانة تلك الملاعب ورفع كفاءتها لتصبح جاهزة لاستقبال بطولة بحجم كأس الأمم الإفريقية. في الوقت الضيق بتحاول دائما أن تنتزع أياما إضافية، فما كانش في نوم تقريبا، العمل كان على مدار الأسبوع 7 أيام، كسبنا اليومين اللي الناس بتاخدهم ويك اند في العادي كنا بنشتغلهم علشان خاطر نحاول نوفر الوقت ونقدر نبني نجهز البنية التحتية القوية اللي موجودة لمصر، وإن شاء الله هتكون بطولة استثنائية في كل شيء. تقريبا شحال الجماهير اللي منتظر انكم تستقبلوها في المسابقه؟ طبعا الجماهير بالتاكيد عندنا جماهير كبيره قادمه من الوطن العربي، المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، حتى كل الجماهير العربيه بالتاكيد هتكون موجوده مع الجماهير المصريه العاشقه لكره القدم، بالذات كمان في وجود نجوم كبيره في البطوله، نجوم كسر العالم يعني في الكره العالميه، منهم حكيم زياش واحد من اهم اللاعبين الموجودين في العالم في الوقت الحالي والمواهب الموجوده في العالم، فبالتاكيد الجماهير هتكون متحمسه والاستادات جاهزه تماما لاستقبال الجماهير وتقديم اجواء استثنائيه وعظيمه وممتعه ان شاء الله في البطوله. كاين مفاجات في النسخه هذه للجماهير او في الحفل الافتتاحي؟ طبعا الحفل الافتتاحي هيكون، بص، كل جماهير الكوره بتعتبر الافتتاح فعليا هي المباراه، فكلنا بننتظر المباراه، لكن بالتاكيد بروتوكوليا هيكون في حفله هائله، حفله رائعه ان شاء الله. مصر حتى بتقدم تقنيات ممتازه في الحفل لم يسبق تقديمها في الملاعب المصريه، وبالتاكيد الاغنيه الرسميه كمان هتكون موجوده في حفل الافتتاح، فهيكون حفل افتتاح ان شاء الله رائع، والاهم من الحفل اللي في ارض الملعب ان الجماهير تكون مستمتعه، لان هو ده الغرض الحقيقي من كره القدم، وان شاء الله نحققه بنجاح كبير في تلك البطوله. غادي نشوفوا النجوم في الحفل الافتتاح؟ بالتاكيد هيكون في نجوم الفن في الجزء الخاص بالعمليه الغنائيه، وبعد كده عندنا مباراه مصر وزيمبابوي بالتاكيد مليانه نجوم، اهمهم خامه بليات ومحمد صلاح، يعني عندنا نجوم كتير اكيد. شكرا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا، شكرا لك، اتمنى دايما للمغرب وللوطن العربي كله التوفيق في البطوله. شكرا لك.